السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في الموضوع نود التنويه إلى أن قناة الرافدين انتقلت إلى البث بنظام الـ HD، لذا من يشاهدنا الآن بصورة غير كاملة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، وستظهر له قناة الرافدين ببث الـ HD بصورة كاملة. لذا اقتضى تنويه مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن موضوع دخول ميليشيا حزب الله إلى محافظة الأنبار وعجلات، كما تابعتم طبعا في بداية الحلقة، مع أفراد مدججون بالسلاح. هناك تضارب بالتصريحات وهناك تضارب بالتبريرات من قبل الحكومة ومن قبل القيادات الميليشياوية، لكن لا بد للحقيقة أن تظهر، والبحث دائما يأتي بالنتيجة. دخلت ميليشيا حزب الله إلى محافظة الأنبار، وشاهدتم المقطع مشاهدينا الكرام لهذه السيارات التي تحمل مقاتلين مدججون بسلاح ثقيل. طيب، نأتي لبعض الأخبار المرتبطة بالموضوع ونطرح معها بعض التساؤلات التي نتمنى منكم أن تشاركوا للإجابة عليها، وأيضا لإبداء آرائكم بهذا الموضوع. خلية الإعلام الأمني الحكومية انبرت مدافعة ومبررة هذا الموضوع، وقالت أن احتشاد رتل كبير من ميليشيا حزب الله عند مدخل محافظة الأنبار الشرقي جاء وفق أوامر عسكرية، وأن الرتل كان في طريقه إلى قضاء القائم لالتحاق عناصره بمعسكراتهم بعد انتهاء إجازاتهم. أول سؤال يطرح، هل من يعود من الإجازة في العراق من الأجهزة الحكومية يعود بهذه الطريقة مدجج بالسلاح ويعود إلى وحدته بهذه الطريقة؟ طيب، شهود وشهادات ضباط جيش من بغداد، وأتتنا حصريا طبعا، يؤكدون أن ذهابهم وعودتهم إلى الخدمة مرة أخرى بزي مدني وبدون أي تكلف، إذا صح هذا الوصف. فكيف بهذه القوات التي تحسب على الحكومة أن تأتي وتعود إلى الخدمة بهذه الطريقة؟ هذا سؤال. أيضا هناك إكمالا للخبر، أكد مراقبون أيضا أن تحشيد ميليشيا حزب الله عناصرها عند مدخل محافظة الأنبار الشرقية يأتي ضمن صراع الأحزاب والميليشيات من أجل تقاسم المناصب في الحكومة المقبلة، وردا على إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التحالف مع مقتدى الصدر. قد يأتي شخص ويقول هذه مصادر، ما هي مصادرك؟ نأتيكم بالجواب مشاهدينا الكرام. بعد نفي خلية الإعلام الأمني لدخول ميليشيا حزب الله إلى محافظة الأنبار بدواعي كثيرة، وبعد تبريرها بأن وتبرير طبعا غير منطقي بأن هؤلاء مجموعة من الميليشياويين عادوا مرة أخرى إلى الخدمة من إجازاتهم، طيب تأتي هنا شبكة روسيا اليوم، هذه القناة الحكومية وهذه الشبكة الحكومية الروسية الحليفة لإيران ولأدوات إيران، والتي تبرر انتهاكات وجرائم إيران وجرائمهم طبعا الروس في سوريا وفي غيرها من المناطق، والتي من غير المنطقي أن تضرب إحدى الأذرع العسكرية التي تنفذ وتخدم المصالح الروسية في سوريا. هذه الشبكة قالت كالتالي، مصدر في كتائب حزب الله بحسب الخبر الذي نشر في روسيا اليوم، وكما قلنا روسيا اليوم وانتماءاتها معروفة، مصدر أكد في كتائب حزب الله لروسيا اليوم أن قوة من الحركة دخلت إلى محافظة الأنبار، الهدف من دخولها هو إرسال رسائل سياسية. مشاهدينا الكرام، هذا التصريح من روسيا اليوم، وهي إحدى كما قلنا إحدى الجهات المنصات الإعلامية لروسيا، لدولة روسيا وكذلك حليفة لإيران وأدوات إيران سواء في العراق في سوريا وفي المنطقة بشكل عام. إذن هنا يأتي التصريح من أحد القيادات البارزة في ميليشيا حزب الله لروسيا اليوم، الذي أكد أن دخول المحافظة
جاء لتوجيه رسائل سياسية. نطرح هنا سؤال مشاهدينا الكرام، لماذا تبرر الحكومة للميليشيات انتهاكاتها، استعراضاتها العسكرية؟ وتشير المصادر وتؤكد أن هذه الاستعراضات وهذه التحركات جاءت بعيدا عن أوامر الحكومة، لأن لو الحكومة هي التي تأمر هؤلاء بالتحرك فلماذا لا تأمرهم بمغادرة جرف الصخر وإعادة أهاليها النازحين إليها، خاصة وأن من يمسك جرف الصخر هم ميليشيا حزب الله؟ إذا كانت وفق الخلية، خلية الإعلام الأمني، أن هذه قوة حكومية ائتمرت بأوامر الدولة عادت إلى خدمتها في محافظة الأنبار، إذن لماذا لا تخضع باقي الميليشيات إلى أوامر الحكومة؟ هل فعلا هذه الميليشيات تخضع إلى أوامر السلطة؟ إذا كانت كذلك كما قلنا، لماذا لا يتم سحبهم، إعطاء أوامر، توجيه الأوامر لهذه القوات مثل ما قال جمعة عناد لكافة وزير الدفاع لكافة القوات الحكومية، أنه أنا أمرك وأنت تطيع وتموت وأنت الممنون؟ إذن لماذا لا يطبق هذا النظام وهذه النظرية على كل من يخضع لسلطة الدولة أو يتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة بحسب القانون الذي أقره البرلمان في عام 2016؟ إذا كانت السلطة هي من تحرك وتوجه، وإن كانت هذه التحركات داخل الأنبار ليست كما يظنها الكثيرون أو أغلب العراقيين، إذن لماذا لا تتحكم الحكومة بهذه القوات أو الميليشيات التي تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم، التي تبتز العراقيين في السيطرات الأمنية، التي تنفذ عمليات اغتيال، تغييب قسري، اختطاف وغيرها من هذه الانتهاكات التي تنفذ على يد هذه الميليشيات؟ معنا اتصال السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. عليكم السلام. شو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله استاذ محمد. ذولا تقولوا بس علي صوتك، علي صوتك يا ابو شيماء، ماذا اسمع؟ ذولا كانوا مجازين استاذ محمد. مجازين، طيب. ذولا كتائب حزب الله كانوا وجايتهم معلومات بانه اكو احتمال دخول من ذولا السجلاء هذا سوريا ذولا. اي جايين على اساس يدخلون الاراضي العراقيه. فمن هاي الناحيه راحوا يشوفون لا اكثر ولا اقل. هسه هم يعني كانوا مجازين دا يرجعون للخدمه، لو كانوا رايحين دا يدافعون عن الاراضي العراقيه. لو مثل ما قال، لو مثل ما قال احد القيادات في حزب الله لروسيا اليوم بانه احنا دخلنا الى محافظه الانبار لتوجيه رسائل سياسيه، هذا تصريح قيادي في ميليشيا حزب الله، شنو ردك على هذا الكلام؟ هذا اللي هو شلل والحبوس الرجال قاعد تصاد الإعلام، تعرف كل واحد يبرع رأيه. بس هم شلون ناس شلون أبو شيماء بس علوا لي الصوت يا شباب بالاستوديو لو سمحتوا. شلون يا أبو شيماء؟ هم ناس يعني ناس يعني مو زي هم تحت أمرته، إحنا عندنا هي مثل ما تقول قيادة عمليات قطة الأمر، يعني قالوا بأمرنا توجهوا بدون يعني. شنو تعليقك، شنو تعليقك على تصريح قيادي بحزب الله يقول إحنا طبينا دا نوجه رسائل سياسية؟ والله هذا الواحد أكو أما أكو شغلة بها إن الشغلة يعني مو شرط يعني شنو بها إن يا أبو شيماء، ماذا يعني بها إن؟ يعني ما معقول يعني شنو الرسالة، إلما الرسالة للخصوم السياسيين، للخصوم السياسيين يا ابو شيماء. اليوم الصراع على المناصب، ادري هو هذا محافظه يعني. شلون يا ابو شيماء؟ شلون 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 هي اللي اقول لك يعني ابو شيماء؟ والله صوتك، والله صوتك مو واضح. يعني انت تقصد انه اذا يريد يوجه رسائل يوجهها في بغداد، ليش يروح للانبار؟ اي قاعد شفتوا بالانبار هو الخصوم، الخصوم مراكزهم في الانبار، الخصوم السياسيين مراكزهم بالانبار. طيب ناس بيع شرفاء، ناس بيع عشائر شرفاء قاتل او داعش، الانبار بالحكي الانبار يعني محافظه يعني هم. نعم نعم انا اسف، سؤالي اليوم مثلا عندك هذا التصريح، عندك المكتب الأمني لرئيس النواب محمد الحلبوسي شعلق
قال بأنه بيان خلية الإعلام الأمني بشأن الأحداث الأخيرة ينافي الحقيقة ويمثل هروب من الواقع. للأسف فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي علق على بيان خلية الإعلام الأمني الحكومية، وطبعا المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب حكومي ورئيس مجلس النواب حكومي، عندما يعلق ويقول بأن ما صدر عن خلية الإعلام الأمني ينافي الحقيقة ويمثل هروبا من الواقع، وكان الأجدر بهم محاسبة الجهات التي تتحرك خارج سلطة الدولة ومن دون موافقة العمليات المشتركة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. هاي الحكومة، من صرح هذا التصريح هي الحكومة، مجلس النواب، رئيس مجلس النواب والمستشار الأمني له. إذن هذا الكلام قد يتطابق مع ما قاله أو صرح به أحد القيادات الميليشياوية لروسيا اليوم، وقال بأنه قدومنا إلى محافظة الأنبار لتوجيه رسائل سياسية، والخصوم السياسيين الموجودين في أو الخصوم السياسيون الموجودون في محافظة الأنبار في مقدمتهم محمد الحلبوسي الذي تحالف مع مقتدى الصدر في مقابل وقوفه أمام هذه الكتلة الكبرى بالنسبة لهم، طبعا الأحزاب الموجودة هذه الكتلة التي ينضم ضمنها الفتح وباقي الميليشيات. طيب، إذن قد تكون هذه تطابق للرواية الميليشياوية الحكومية أو نصف الحكومية التي تؤكد أن دخول الميليشيا إلى محافظة الأنبار ليس كما قالت خلية الإعلام الأمني للالتحاق بالواجب أو لحماية حدود العراق من داعش. أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ الحمد، وحيا الله قناة المخرجين. الله يسلمك، أهلا وسهلا يا أبو عمر. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا بك. نعم أستاذ محمد، بالنسبة دخول حزب الله إلى ناطق القائمة أو الأنبار، نعم، هذه يعني زاد عمليات استفزازية لعوائل اللي موجودة هناك، أهلنا وناسنا بالأنبار وطبعا بالقائم. هذه الاكاذيب اللي يقولون بانه مجازين وهاي الخوف، احنا ما شفنا وياهم الطرق اللي موجوده. وطيب المجاز يلتحق بسيارات كلهم فدفعه واحده يكونون، هل المعتقل اللي يكونون هذول يعني كلهم ما مجازين ونازلين؟ هذه كلها اكاذيب استاذ محمد، هذه بيسوون استفزازات لاهلنا وناسنا بالانبار. هذه كلها صراعات سياسية، من بعد من هاي الأمور وراءك أمور راح تحصل، لأنه مجلس النواب الموجودين بالعملية السياسية ما يهمهم أبناء الشعب العراقي، مثل ما حصلت قبل فترة بمنطقة الحلة، كيف يعني قوات السواد على دخيل الشعب اللي دمر عائلة بأكملها وما سووا أي مجلس التحقيق اللي قالوا سوف نلقي القبض على نقيب شاب وراح يكون ما شفنا أي حساب من حكومة السبب أو أي كبير الدخل. أبو عمر تسمعني؟ هذا الأمر نعم أستاذ تسمعني يا أبو عمر؟ ألو تسمعني يا أبو عمر؟ ألو اعتذر منك ابو عمر، يبدو ماكو وسيله تواصل بيننا واضحه. اشكرك، شكرا جزيلا يا ابو عمر من بغداد. ما دا اسمعك ولا تسمع، دا اسمعك لكن ما دا تسمعني. ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. والله انا اريد بس ارد على الاخ ابو شيمان اللي قبل شوي اتصل يقول مجازين وتحكوا اي، يعني يا ابو سليمان انت شو وقت يصير عندك حس وطني؟ شو وقت؟ كل ما يطلع برنامج وتطلع انت تحكي لنا بشكل يعني تصرح من يمك تصريحات، التصريحات ما ادري منين جايه هاي. عمي اكو مجازين حوالي فوق 120 سياره تطبون للرمادي، على شنو تطبون انتم؟ اذا يدور داعش عمي هو داعش من هو؟ صليعة معروفة ليش هي يا عمي؟ يا أبو شيماء خلي مخافة الله عندك يا أبو شيماء. كل ما واحد يجي يصرح تصريح تجينا أنت تصريحاتك ما أدري مين جاي تجيبها. أبو شيماء يا أبو شيماء خلي عندك حس وطن يا أخوي، هذول عمي ميليشيات
احزاب جايين استفزاز المحافظه. وخاف احد يقول لك دخلوا، انا اقول لك ما دخلوا المحافظه لان صدونا كليته. ما نقبل عمي، ما نقبل. شو جاي علينا؟ اتحداهم يقدر يطلعوا للشمال، يقدر يطب اربين، يقدر يطب الاخليم هو. لا طبعا ما يقدر يطب. أنا عندي سؤال يا أبو عراق. هم خلية الإعلام الأمني يقولون بأنه هذه قوة حكومية جاءت بأوامر حكومية والتحق عناصرها لأداء الواجب مثل ما كتبوا. إذا هي قوة حكومية والحكومة هي التي تتحكم بتحركاتهم، ليش ما تطلعهم من جرف الصخر؟ أستاذ محمد الله يخليك، والله يتصرفون ذولا تصرف انت حد ذاتهم هم. اقدر اسال الاخ ابو شيماء يقدر يطبون العمريه؟ عمريه الصمود يقدر يطبونها؟ عمريه الفلوجه ابو عراق، عمريه الفلوجه. لا تمشون ورا تسميات حكومات الاحتلال. استاذ محمد نعم، بالنسبه لهاي الميليشيات والاحزاب، محافظة الأنبار بأكمل أخلاق عليهم. لأن رافضين هاي الشيوخ العشائر والموجودين الهلال ما يقبلون أستاذ محمد. لأن ذولا جايين صنع فتنة وهم مو تحت سلطة. وصلت الفكرة يا سيد أبو عراق من الفلوجة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة ويانا. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والكادر حياك الله أخي. ذول الميليشيات كلهم كانوا يتغدون بيت أبو شيمة. هذا الذيل لإيران. سيد محمد، سيد محمد لو سمحت بلا تجاوز. ما بيتجاوز ابن عمي، واقع حال هذا. هذا مو حليب عراقي، هذا حليب إيراني يزعل الميليشيات. هم متهجمين على الرمادي البارحة يا أخي، متهجمين على الرمادي، يطبون الرمادي. أتحداهم إذا طبون العتبة مال الباب مال يطول الرمادي، والله كفيلك محمد يحرقهم حرق. هم القياديين مالكم ذولا الميليشيات التابعين لإيران، كفيلك الله يحرقهم حرق. هم هذا العامري والخزعلي فالح الفياض، هو فالح الفياض ابو المصايب. طيب سيد محمد، شنو الضامن في ظل تاريخه ال الملطخ بالدماء انه هاي الميليشيات ما راح ترتكب مجزره جديده، ما راح تقتل المدنيين، ما راح تخطف او تغيب العراقيين الابرياء، خاصه وانه لهم سوابق. شنو اللي يضمن؟ كيف تسمح الحكومه بدخول هذه الميليشيات الطائفيه اللي كان قياداتها يصرحون ولا يزالون بلغه طائفيه، واللي قالوا في وقت سابق انه لو حدثت حرب بين العراق وإيران سنقف مع إيران ضد العراق؟ هذا واثق البطاط أحد قيادات حزب الله. ليش ما الحكومة سيطرت على هذه القوات وأبعدتها تجنبا لاستفزاز أو تجنبا لردود الأفعال اللي هسه تصير؟ سادة محمد عيونك هي ولاك الحكومة، هي كل العصابات ولأهل إيران رحمة الوالدين. نعم. القيادين القادة الجيش كلهم بلاهم لإيران رحمة الوالدين. كلهم كفيلك محمد، الشرطة والداخلية والدفاع كلهم بلاهم لإيران. ليس للعراق، هم ضد العراقيين. القاضي الكتلوبي الله يرحمه بالعمارة، الصحفي الناشر الله يرحمه الكتلوب، سموه سم مو قتل. القاضي الكتلوبي بالعمارة المخدرات بكتلة، هل كتلة هير الميليشيات كتلتة رب الله ورب حزب الله وجيش الملك. هم دولي الميليشيات تابعة لإيران. كفيلك الله. أحيى قناة الرافدين وحي الشعب العراقي. يا شعب اصحى، نظام نايم، راح يحشوكم حج. كفيلك الله. أحيى قناة الرافدين والكادر. حياك يا سيد محمد، أشكرك من أمريكا. ويانا أبو مصطفى من ديالة، تفضل. سيد أبو مصطفى من ديالة، شلونك يا يسار؟ حياك الله يا أبو مصطفى، أهلا وسهلا. أستاذ، بالنسبة لهاي الفصائل اللي دا نسمعها بالإعلام اللي تدخل الأنبار، أي دخلت هي دخلت يعني دخلت الأنبار، يعني هي هذه الفصائل اللي مسلحة اللي تمشي خارج عن القانون، يعني الحكومة وين؟ نعم، هو هذا السؤال، هو هذا يعني السؤال اللي دا نطرحه. أنت برأيك وين الحكومة يا أبو مصطفى؟ ما
ماكو حكومة يعني لما يصرحون كلمة بكيف أي دولة يعني إذا ميليشيا مسلحة ترى هذا العامري ولا الفيال ولا الخزعلي ولا المالكي يعني صايرين بارزة وحيدهم يعني أي قانون يصرح خارج الدولة بكيف يحكي شنو على أساس يتخيل؟ نعم على أساس يقل المحافظات أستاذ هذه الأحداث اللي تصير حاليا بالعراق كلها ماكو يعني ترى خاف يعني يضللون الاعلام يقول لك ماكو داعش هم الدواعش انفسهم هم الدواعش بانفسهم يسجلنا ويقتلنا لا يقتلون قبل سيد ابو مصطفى ابو مصطفى سؤال لو سمحت اليوم هناك تحذيرات ومخاوف من اهالي محافظه الانبار شخصيات وشيوخ عشائر يحذرون انه هاي الميليشيات ما مضمونه قد ترتكب مجازر انتهاكات ضد سكان محافظة الأنبار في سبيل التصعيد حتى تضغط للحصول على المناصب. السؤال هنا إذا الحكومة ما قادرة تحمي نفسها من هذه الميليشيات كيف تضمن حماية أرواح الناس الموجودين بمحافظة الأنبار؟ تقدر تضمن أستاذ العزيز ما تضمن هي هو قادر يضمن الشعب العراقي قادر أن يحفظ الشعب العراقي يقدر يحفظ مواطن لا ما يقدر هو ما يقدر يعني يدافع عن نفسه ولا يقدر يدافع عن نفسه ولا يقدر يحمي مواطن كل شيء ما يقدر يسوي لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية الآن العراق تحكم الميليشيات الأذناب إيران ذيول إيران هذول يعني لما خلية الإعلام الأمني الحكومية تقول بأنه على ميليشيا حزب الله المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي واللي مسيطر على قضاء جرف الصخر اللي مانع أهالي نساء وأطفال وكبار بالسن صار لهم سنين ما يقدرون يرجعون إلى مناطقهم هاي الميليشيا الطائفية اللي قياداتها تعلق وتصرح وهي تنفث السم يعني تقول خلية الإعلام الأمني الحكومية أنه هذا رتل تابع للأبطال طيب عندما الحكومة تصف الميليشيات الإرهابية الخارجة عن سلطة الدولة بأن هؤلاء أبطال شلون شكل الحكم اليوم بالعراق إذا يصير؟ الله أعلم في شكل الحكم بالعراق أبطال يعني اليوم زعيم ميليشيا أو ميليشيا أبطال فكيل أبطال دور الجيش العراقي وين؟ نعم أبطال الجيش العراقي وين؟ نعم لما هذول أبطال أما بالنسبة لجرف الصخر هذول ما يعني مو الأمر مو من الحكومة العراقية يا أستاذ العزيز يعني هذا بالنسبة لجرف الصخر والنازل هذا أمر من إيران هذول ما يرجعون نعم هذول ما يرجعون المناطق تغيير في مغربي جمهور نعم نعم هم ما يخلونا بعلم الحكومه يعني الحكومه يعني رئيس وزراء انت لما تقدر تحاسب لك واحد رئيس وزراء ابو مصطفى اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه ويانا محمد من السعوديه تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحيه لك استاذ محمد والاخوان خلف الكواليس حياك الله اهلا وسهلا الله يرضى عليك بالنسبه للميليشيات نعم الميليشيا حزب الله وربع الله والحشد الشعبي هذول حرس ثوري وحرس ثوري مصغر يأتمرون بامر الولي الفقيه وكل الشعب العراقي والعالم العربي يدرون نعم كلهم ربع الله بس انا استغرب يا اخي الحكومه ولا تزلمني استغرب يا اخي ما يتحركون ولا ما بي فيهم يعني محترم لهم خنوع غريب عندي سؤال لحضرتك يا سيد محمد تفضل ابوي نور المالكي رئيس الوزراء الاسبق قال قبل دخول أيوة. داعش الى العراق ان داعش صنيعه نظام بشار الاسد وبشار الاسد يصدر الارهاب وسيصدر الارهاب الى العراق وداعش سيدخل أو دخل العراق عن طريق سوريا ليش اليوم كل هؤلاء النواب الموجودين المحسوبين على الميليشيات في العراق أتباعهم اللي يأيدوهم يقولون السعودية حنان الفتلاوي نائبة برلمانية صاحبة شعار طائفي إذا قتل 7 شيعة يجب أن يقتل أمامهم 7 سنة تقول كل الإرهاب والشر يأتي من السعودية لماذا برأيك هذه الأطراف تهاجم السعودية وباقي الدول العربية بهذه الطريقة رغم أن هم نفسهم صرحوا في وقت سابق وقالوا بأن الإرهاب أتى من بشار الأسد
نعم نعم اخوي محمد، هذه هذه صراحه الحقيقه انها نوثه طائفيه. طائفيه. نوثه طائفيه، والحقيقه ما كان، انا ترى يعني ما انا بصغير يعني رجل ما كان في طائفيه، وانتم تكون تدرون، بس عقب يعني عقب الثوره الخمينيه هو يعني السبب الاول والاخير نوري المالكي ارهابي، كان يفجر سفارات العراق ويفجر في الكويت، هو بنفسه ارهابي، لكن هو فيه اخوي محمد فيه غطاء دولي، هو فيه هو مشروع دولي يعني يتهمون المسلمين بالارهاب، هذه ترى سووها اليهود يعني قبل يعني قبل الادوات هذه، ترى كانوا يستخدمونها اليهود مع الفلسطينيين ومع المسلمين يعني يعني مشروع. سيد محمد من السعودية، أشكر حضرتك. شكرا جزيلا، الله يعافيك، أشكرك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج صوتكم. نتحدث اليوم عن موضوع دخول ميليشيا حزب الله إلى محافظة الأنبار، وكما قال أو قالت قيادات في هذه الميليشيا أنها من أجل إرسال رسائل سياسية، وهناك تحذيرات من أن ترتكب هذه الميليشيات مجازر أو جرائم أخرى أو انتهاكات ضد العراقيين وسكان محافظة الأنبار بشكل أخص في سبيل الضغط لكي تحصل على ما تريد، خاصة وأن محافظة الأنبار فيها محمد الحلبوسي وبعض النواب المحسوبون طبعا هم على السنة وعلى هذه المحافظة، لكن هو هذا واقع الحال وهذا هو مركزهم، وبالتالي تذهب الميليشيا إلى هناك في سبيل الضغط وفي سبيل الحصول على ما تريد من امتيازات، خاصة في ظل خسارتها أمام تحالف الصدر مع من يمثلون أو يدعون تمثيل السنة. طيب، معنا أحمد من بابل، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي كل هذه الفاشلة هذه اللي ارتكبت المعاصي في العراق وما زالت ولحد الآن. نعم. بانتشارها وذهابها إلى الأنبار هذه يعني هذه يمكن أن ترتكب تجاذر وجرس العراق في الدم وتهجير. نعم. مثل ما كانت لها افعالها سابقا نفس الشيء، وهذه هم كل هذه الميليشيات متمرده زين التي تتعامل بها ايران. نعم. ليش سيد احمد ليش يقول خليه الاعلام الامني تبرر وتقول لا هاي مو ميليشيات متمرده، هاي قوات حكوميه رسميه، ذولا رايحين الواجبهم بعد ما استمتعوا بأجازاتهم رايحين، ومثل ما قلت أنا في بداية الحلقة شهادات ضباط في وزارة الدفاع وحصرية أنه عملية الالتحاق بالواجب عادي، طبعا وكل من يروح يعني مو الموضوع أنه هم يتكدسون بسيارات مسلحة، لا يلبس لباس مدني يروح يركب تاكسي يركب باص يركب سيارة، المهم يوصل إلى النقطة اللي فيها الواجب، أو سيارات حكومية تنقلهم، لكن مو بهذه الطريقة، سيارات حكومية مخصصة لنقل المدنيين أو لنقل الأفراد اللي عائدين من الإجازة، مو رايحين مدججين بسلاح متوسط وثقيل. هي بالإجازة تتعامل بهم يعني أينما جاءوا أينما تذهب بهم إلى أين لا
الانبار تكريس يعني يعني احنا بالامس ارتكبت مجازر نعم وتهجير يعني هل احنا ننسى ماذا فعلت النهر الايمان حتى اليوم ذهاب حزب حزب الله الى الانبار يعني هذه هي الميليشيات نعم واللي تتعامل بها هذه الحكومه القبحيه المجرمه يعني لا يعني وهذه الحكومه المجرمه فهي لا تختلف عن قاده هذه قاده هذه الميليشيات بالكامل وعلى راسها ميليشيات حزب الله العراقي يعني لا اشكرك يا سيد اشكرك يا سيد احمد من محافظه بابل شكرا جزيلا لك للمشاركه عندنا رساله من ابو مالك من امريكا يقول استاذ محمد تحيه طيبه انت استاذ محمد تسمع للمتصلين وكل واحد منهم يبرر ما تقوم به هذه الاحزاب كل واحد يقول لك حزب الله يمتثل الى الحكومه او يمتثل الى اوامر الكاظمي حزب الله يتحرك باوامر من ايران لانه هو جزء من حزب الله في لبنان الذي يقوده حسن نصر الله طبعا يعني هذا تشكيل وهذا تشكيل لكن بالنهاية هم يخدمون المصلحة الإيرانية في النهاية وهذا أبو شيماء من بغداد بحسب أبو مالك وأبو شيماء إلى حق الرد طبعا يقول أنه هذا أبو شيماء هو عنصر من هذه الميليشيات طيب مشاهدينا الكرام تبقى الأسئلة مطروحة أنه ما الضامن أن لا ترتكب هذه الميليشيات انتهاكات في محافظة الأنبار خاصة وأنه لا توجد سيطرة حكومية عليها ثانيا هناك تصريحات من قيادات هذه الميليشيا تقول بأنها دخلت إلى المحافظة لتوجيه رسائل سياسية بالإضافة إلى هذا رئيس مجلس النواب عن طريق مستشاره الأمني صرح وقال بأن بيان خلية الإعلام الأمني ينافي الحقيقة ويمثل هروبا من الواقع وكان الأجدر بهم محاسبة هذه الميليشيات بدل أن يقوموا بالتبرير لهم إذن الحكومة هنا داخلة في تضارب في الآراء والتصريحات السؤال هنا أيضا لماذا هذا التضارب والتخبط في التصريحات الحكومية أليست هي جهات حكومية والمفروض أنه هي تلتزم بنظام معين وبإطار تصريحات واحد وبطريقة واحدة لإصدار المعلومات للناس اليوم لما نشوف أنه رئيس مجلس النواب يقول لا هاي مو مجموعة رايحة للواجب هاي مجموعة من الميليشيات داخلة إلى المحافظة ويجب أن تحاسب لأنها قامت بالدخول إلى المحافظة بطريقة غير قانونية وخارج تعليمات الدولة هذا رئيس مجلس النواب في حين الحكومة عن طريق خلية الإعلام الأمني تقول لا ذولا أبطال رايحين لأداء الواجب بعد ما كانوا بإجازة هنا الشعب لما يجي ويباوع هذه التصريحات بمن يصدق بمن يصدق هل يصدق الرواية الحكومية التي تصف الميليشيات أبطال أم يصدق رواية حكومية أخرى قد تدخل في إطار الصراع السياسي لكن الواضح والملخص من هذا الكلام أن ميليشيا حزب الله ذات السوابق هل يعقل أنها ذاهبة لحماية العراقيين وهي التي هجرت العراقيين من جرف الصخر وغيرها وهي التي قتلت العراقيين في المحافظات المنكوبة وفي بغداد وفي وسط وجنوب العراق تترك هذه الروايات إلى المواطن العراقي وبالطبع هو سيعلم ماذا سيختار معنا اتصال عبد الرزاق من بابل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد بالنسبة لدخول الفصيل المسلح للأنبار هو لإثارة الفتن الطائفية وخلق الفوضى المجتمعية لأنه هم يعني هذه الأحزاب ما تستقر عن يعني شوف الوضع مستقر أو مستتب الأمن نعم. فهم يحاولون يعيدون العراق للمربع الأول من الفوضى ومن المشاكل لكنه نسوا بأنه ثوار تشرين قضوا على الطائفية وثوار تشرين عادوا اللحمة الوطنية بأنه الطائفية بعد ما لها دور ما لها جذور بالعراق الطائفية الشعب العراقي هو خص الشيعة بالذات عرفوا قواعد اللعبة وعرفوا كل الزين بأنه من يضحك عليهم بمسميات المظلومية والمذهبية وهي المسائل اللي أكل وشرب عليها الدار بعد ما لها
اي وجود داخل العقل عقل الانسان الشيعي، لانه هذه هي تدمير المجتمع، تدمير نسيج المجتمع. فهذا هو حالهم، وان شاء الله ضاعت احلامهم وضاعت كل مخططاتهم اللي تصير. طيب عندي كم سؤال، عندي كم سؤال لحضرتك سيد عبد الرزاق بشان هذا الموضوع. نعم. هسه بعد ما شفنا حزب الله دخلوا، ميليشيا حزب الله دخلوا الى محافظه الانبار بهذه السهوله وبدون اي معوقات، وما حد يوقف بوجههم، ومثل ما هم مانعين وزير ورئيس وزراء واي مسؤول حكومي يدخل الى جرف الصخر، ومثل ما هم يهجرون ويقتلون، السؤال هنا شنو دور الحكومه اولا في هذا اللي دا يصير، ومن اللي يقدر يوقف ذولا الميليشيات ويمنعهم من ارتكاب انتهاكات بالانبار وغير الانبار؟ استاذ محمد، بالنسبه للسلطه ما لها اي دور، لانه السلطه كل زين انت تعرف بانه مقاده من قبل الميليشيات وما لها اي دور. نعم. وخير دليل على هذا بانه السلطه ما لها اي دور النزاعات العشائريه اللي بمدينه العماره، يعني وبشرك وصلت للطائرات المسيره، يعني المشاكل. نعم. بعد ما يعني ما يكتفون الاسلحه الثقيله وصلت للمسيرات، يعني المشاكل مالتهم بالمسيرات. يعني قبل كم يوم انقتل قاضي والدوله ما اتخذت اي اجراء، فالدوله ما او السلطه ما لها اي دور، الحكومه مغيبه. طيب سؤال ثاني سيد عبد الرزاق، هم يقولون خليه الاعلام الامني تقول ذولا رايحين للواجب والالتحاق بالواجب، بس عندي سؤال، بس اسمح لي، وبعض الجهات المقربة وحتى أتباعهم يقولون لا ذولا مو ميليشيات ولا كذا، ذولا رايحين دي يدافعون عن العراق ويحمون من خطر هجمة داعشية. السؤال هو الإرهاب على الحدود بس؟ هاي الميليشيات اللي تدعي بأنها حماة الأعراض وحماة الوطن، ليش ما تحمي العراق من الداخل وهم موجودين بكل مكان في بغداد وفي غير بغداد من المحافظات؟ ليش ما تحمي العراقيين من إرهاب الميليشيات إذا هم ذول المقاومة والبقية ميليشيات؟ ليش ما تحميهم من الفساد؟ ليش ما تحميهم من إرهاب الفاسدين من الأجهزة الأمنية؟ أشو الإرهاب بس على الحدود؟ ماكو إرهاب في داخل العراق دي يصير يومية من قتل وترهيب للمواطنين وإثارة الفتن والرعب بين صفوف الناس؟ سالم محمد، ما دام لا الصيد موجودة فاللعبة القدرة موجودة بالعراق، لأنه الولائيين والميليشيات تحاول تثير المشاكل والفوضى داخل العراق. وخلينا أقول لك بأنه اتجاه هذا الفصيل للانبار هو لتنسيق مع داعش، يعني انت تعرف حضرتك يعني قبل كم يوم قاده مال داعش هربوا من سجن الحسكه. فهذا الفصيل راح ينسق لدخول الداعش حتى اثاره المشاكل والبلبله داخل العراق. ولا لا حمايه العراق ولا حمايه المواطن العراقي، ويعني الدوله السلطه اللي موجوده بالعراق هواي امور ما مسيطر عليها. ابسط شيء هذه المنابر اللي تصير سموم الفتنه، يعني اكو شخص يصعد على المنبر بانه هو المنبر الحسين وبراء من الحسين، لانه اهل العراق ما اصحاب حضاره ما يهتمون لهذه المسميات الطائفيه والمسائل التاريخيه اللي ما لها دور بعقل الانسان العراقي. هذا الشخص يذكر اسمه حتى على مود يكون معروف، اسمه سعد المدرس. هذا دائما يثير النعرات الطائفيه ويريد يعيد الاقتتال المجتمعي داخل البلد. فاذا اكو سلطه هذا الشخص تعتقله، ومو بس السلطه، لا حتى المرجعيات الدينيه اللي لها يعني وجودها المفروض هذا الشخص تمنعه، ما تخلي يصعد على منبر ويخطب الناس. بس من هم مو المفروض من يثير النعرات الطائفيه ويحاول إثارة الاقتتال المجتمعي يدخل في خانة الإرهاب؟ مو المفروض يتم التعامل معه على هيئة إرهابي يثير الفوضى؟ بالفعل هذا هو إرهابي، هذا بالدرجة الأساس. وأكو قانون إحنا عندنا بالعراق بأنه أي شخص يثير النعرات الطائفية
هذا ما له وجود داخل المجتمع. طيب. ينفع. سيد عبد الرزاق أنا أشكر حضرتك، أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا. ويانا أبو أحمد من الرمادي، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. حيا الله من قال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أحمد. الله يبارك فيك أخوي. بس علي صوتك لو تكرمت. نعم الله يكرمك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. بس بالنسبة لموضوع دخول الميليشيات أو العصابات المجرمة لحافة الأنبار. أي. ليلة البارحة أو النهار الماضي. نعم. نعمت حالك أخوي العزيز، هذا أمر مدروس وأمر سياسي حتى يعني في يعني أمور أو ضغوطات على جهات سياسية أخرى الغرض منها يعني معروف، لكن عتبا وأسفا على أهل الأنبار اللي يقولون إحنا نتصدى للإرهاب ونتصدى للأمور المشبوهة، اللي أسفني وضوجني اليوم وقهرني على شيوخ اللي ما يسمى شيوخ عشار الأنبار. أي. يخرجون اليوم بمؤتمر وكلمة وكلمة مخجلة، طبعا مخجلة، نعم والله لن نسمح بدخول ولا سوف تكون لنا ردة فعل. هو توسل طبعا، بيان توسل. احنا نطلب من الشيخ فالح الفياض والنوب السيد فالح الفياض والنوب رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ليش تتوسلون؟ شنو تتوسلون؟ انتم محافظة الأنبار، انتم يعني شلون نقول رأس العراق او ثلاث دول تحيطه او اربع دول يعني محايدة إليه، وتعتبر هي مو محافظة دولة. أنا لا أميز محافظة الأنبار عن باقي المحافظات، لكن ليش هذا الوقت إحنا يعني صرنا مكفخة اللي يسوى ما يسوى؟ سؤال يا سيد أبو أحمد. نعم. ناصر الغنام لما كان قائد عمليات الأنبار، نعم، صرح في وقت سابق وكان تصريحه متماشي مع تصريحات الميليشيات وتهديداتها، أنه ما حد من النازحين يرجع إلى محافظة الأنبار إذا ما يروح لذوي القتيل اللي هم ما لهم أي ذنب وياه، بمجرد أنه ابنهم مثلا كان في داعش، يروحون يستسمحوهم أولا ويطلبون العفو حتى أهالي القتيل يسمحوا لهم أنهم يطبون محافظتهم ويرجعون لبيوتهم، بعدين قيادة العمليات توافق يرجعون لو ما يرجعون. القصد من هذا الكلام، إذا كانت القوات الحكومية تسير بنفس التوجه الميليشياوي، تتوقع أن محافظة الأنبار تقدر توقف أمام هذه الميليشيات؟ إذا كانت الحكومة هي اللي تحمي الميليشيات وتبرر لها الجرائم وتمهد لها الطريق حتى تدخل. سؤال جدا جدا وجيه مهم أخي العزيز. بالنسبة لناصر الغنام، هو تدري أنت تابع لمن؟ تابع لحزب دولة القانون، تابع دولة القانون، وهو يتحكم أو يتحرك بتصرف يعني تحكم من دولة القانون وما يتكلم من حاله. طيب. لكن هو حاليا هل يقول يقدر يتكلم نفس الكلام يقول أهل الميليشيات دخلت اللي 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 دخلت وبدون رادع أقدر أوقفها وأمنعها وبدون ما تدخل يعني ما تدخل الأنبار؟ زين تذكر موضوع برغام هذا المتظاهر التشريني اللي راد يدخل محافظة الأنبار، مو قامت الدنيا العشائر قيادة العمليات الشرطة المدش يسمهم دولة تكتيكية وقفت كلها وين؟ بالسيطرة الصقور حتى لا يدخلون متظاهرين، سووهم هذول راح يقلبون محافظة الأنبار، سووهم ما أدري شنو، طلعوا لهم ألف ألف. زين ليش هذول مستضعفين وأنا مو دفاع لهم؟ ما أعرف شنو جهتهم وشنو توجههم برقام وجماعة برقام. طيب. لكن سيد أبو أحمد، اليوم لما نشوف أن الحكومة تصريحاتها متضاربة، يعني خلية الإعلام الأمني تقول لك ذولا رايحين للواجب، والمستشار الأمني لرئيس مجلس النواب يقول لك لا ذولا خارجين عن القانون وسلطة الدولة ومخالفين التعليمات والمفروض يتحاسبون. المفروض لما المواطن العراقي قاعد ودي يتفرج بهذه الطريقة ودي يشوف التصريحات، شي يصير بي المن يصدق؟ أخوي العزيز، هم أصلاً ماكو دولة حتى واحد يقول يصير أو هذا يقول دولة خارج القانون، هذا يقول لا دولة رايحين بواجب. هم أصلاً وين ماكو واجب بالقرمة؟ هم وقفوا بالقرمة وهسه حالياً متواجدين بالقرمة، عندهم واجب ما نعرف شنو نوعية الواجب، شنو دخولهم على شنو. طيب. جايين. سؤالي الأخير وأريد منك إجابة سريعة.
هم يقولون بأنه داعش، طبعا في تصريحات قيادات حزب الله هسه أنه داعش خطر، تهديد داعش ممكن يدخل إلى محافظة الأنبار، والأمريكان يحركون داعش في سبيل أنه هو يدخل من الأنبار مرة ثانية إلى العراق. طيب هو إذا داعش أمريكي، طيب مو أنتوا أيضا دعم أمريكي؟ مو أنتوا أيضا تمويل أمريكي؟ مو الكونغرس الأمريكي السنة اللي فاتت أوقف دعم عن ميليشيا الحشد ب 200 مليون دولار شهريا؟ هذا مو قطعوا الأمريكان؟ مو الأمريكان هم اللي كانوا يأملونهم الغطاء الجوي؟ ما يأكد هذا الكلام أنه داعش والحشد وهاي الميليشيات صنيعة أمريكية ودعم أمريكي؟ ما يأكد هذا الكلام؟ طبعا الشيء واضح، وطبعا هي جهه واحده وتمويل واحد وواضح الشيء، وهذا الدليل على ذلك. السلاح اللي موجود عندهم شنو هو؟ كله امريكي، كله M16 والام بي 4 وغيره وغيره وغيره. وشيعة وسليماني والمهندس بالشيفرليت الامريكي. ارحم الله والديك. اشكرك يا ابو احمد، اشكرك، بارك الله بيك، شكرا للمشاركه. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم ان قناه الرافدين انتقلت للبث بنظام الـ HD، ولمن لا تظهر له الصورة الكاملة على الشاشة الآن يرجى من حضراتكم مشاهدينا أن تعيدوا ضبط أجهزة الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات، لكي وستجدون إن شاء الله طبعا القناة بنظام البث الجديد. وننوه أيضا إلى أن التردد أو أن بث القناة بنظام الـ SD سيتوقف في تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر، لذا اقتضى التنويه. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.